والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى فيكم. ويبسط أولا ندبر هنا وفي كل ما بعد وهم سنة بلقبان. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها شهالهما زوانترو برينترا أول زار رادخ رادخ لا عردي قويك إيه وأوسعها إن تفاوتت حسنا وسعة أقل زواني ولا بريني وش يقدمون شهالهما زوانترا شهالهما برينترا أي بشان رادخ هذا فرق كان هو ويظهر فيما إذا تعارض الحسن والسعة يجزوان بو برين بو يكبرين بو جوان بو تقديم السعة أي برين كسون شي باشتر ديته والسميت فإن اتفقت سعة أدي عمو برين بو وتفاوتت حسنة برل حسن ده فرق كان هو قدم أحسنها شهر عمان زوان تلعي بشان رايخ سون شي تشدر بشان رايخ والثانية وهي التي تلي الأولى حسنا وسعة أو يدي الرقم دوكية رقم دوكية كفني دوام فوقها لسر أو يكمين داني أو دوام وكذا الثالثة إيسا يمينش فوق الثانية لسر عيد يميني داني كما يجعل الحي أحسن ثيابه الأعلى وما يليه هل وجه إساني زندي شي أنزل شي لهمان زوان ترى ديخت السروة وبي عالم ببيني أو إني كبرك زوان تربي رقم دوا أو يزور خراب بي دكار فاري لماني ليا عالم نابي دي قيدناك تواب ويذر على كل واحدة منهن منهن حنوت حنوت يعني فيدا بكا حنوت جايش بون خوشة يذر استبري بري بري قرحي فيناك يذر يعني فيناك بي ذر أو وشي خرج سيتون هذا أو فيناك ويذر على كل واحدة منهن بل وما زاد وما زاد أجزورج بود نقول أنت تسارو بين زارش خدينا كام بل وما زاد قبل وضع الأخرى فوقها إيش تان أريد كدانا نبي حنوت حنوت تشي فيناك يا بودرة ومودرة وهانا شتي بون خوش لأنه يدفع سرعة بلاهن سنشي بواسطه عند درق درزي درق ويستحب تبخيرهن أولا بالعود وباشا بون عودي عود بون شيخون بون خوشا أولا قود يشي دكان أقري برد داني بون شيخوش دي دوكرا أو زعو دوكرا بدنا كفنا كان وبي كفنا كان بون خوش بون استعلا باتي همشتي أو مسكو قراه أو أنا ويستحب تبخيرهن أولا بالعود في غير محرمين بل كابرا محرم نبي سنك محرم تشتي بون خوش نبي اللي بدي ثلاثا سيزاران بون خوش ليدا لما صح من الأمر بها وهو أولى من المسكي أو بخور أو عودي باشتر المسكي وقال ابن السلاح بل هو أولى ابن السلاح قوتيتي نح مسك باشترا لو لأنه أطيب الطيبي لعمو بون خوشان بون خوشتر مسك ولقد أوصى علي كرم الله وجهه كما زاء بسند حسن أن يحنط بمسك قوتي مسك بلبدا مسك أو مسك إلى شيبه كان عنده من فضلة حنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسكي وقت خوي كبني بيغمبري صلى الله عليه وسلم في بون خوش كرد كتو كتشي لخو هر قرد شارديوه لدى وشي وفاتي كرد وسيتي كرد فرموي أو مسكي بك في المدعوك ويوضع الميت ويوضع الميت فوقها برفق أو السيكف لكاد ريسك أو زي ميتك لسداني مسترقيا على زاره لسقازي بشتي دريشك وعليه حنوت عند حنوت شو سميتك داك هو نوع من الطيب يختص بالميت خاصة لو ميتي أو بور خوشة يشتمل على نحو سنشتي تدا سندلين وذريرة وكافورة سنو عبون خوشها أواني حموتها أو حنوتها
او زما دموها بحنوت كافوري تدا كافوري تدا فعطفه عليه بقوله وكافور اي عطفك كردي يا مسنب كافوري لسا حنوتي حنوتيش كافوري لقرا لإفادة ندبي وضعه صرفا أيضا أو زاري كافوري شبتنه بيتنه وللاهتمام بشأنه كافوري اشتكي مهمة لأن لا يغفل عنه وبخير لغافل نبي مع أنه يقويه ويصلبه ما يتكي تندك تند ويذهب عنه الهوام ما هوام ميشو ميشو أو تشتانين الزقنابي والريح الكريهة بوني ناخوش هويل الأدواء ومن ثم ندب تعميم البدن به حموي بدني بكافوري خوش لدى استمع كمان كافور والله ايه بزور كمان وتشد الياه بخرقة بخرقة هوردو برم رانكاني بفروكة شتون تخيمك كالحفاظي وكو حفاظي استاني لمن داران ددن اوها فروكة شنناو راني دانين بك شقيكا لهول دورانا كاني قريدوا استوى جفاز بعد دس قطن بينهما لبين هول دورانا عيب نبي لكرني دوبوري لو كيني داني او زهنجي نكا بفروكا كي ببستا هول دورانا كاني دس لناو داني بعد دس قطن بينهما عليه حنوت قطن كش اوش حنوتي بداكا حتى يتصل بالحلقة وبحلقي دبورشي او حنوتي لسبي ويبالغ في شده تنت قيمكا حتى يمنع الخارج وبيتشت مشتي لين تدري ويكره دسه الى داخل الحلقة او لوك كيف لوك كيف بار بدا حتى دستناو دبوري او مكروها مكروه هيتسير هو إهانة ميتية بل قال الأزرعي زائر كلام غير الدارمي تحريمه هر حرام لما فيه من انتهاء حرمته انتهى ويزاب أما زاب دينه بأنه لعذر فلا انتهاك أقل لما ترسي خارج أو اشتانبي خيدناك ومعزرته ويزعل على كل منفذ من منافذ بدنه الأصلي قطن هم منفذ كاني جيو كبودو اوان حديد قتل وكشل صداني كعين صاو واذن جي وفم دو ومنخر كفو والطارئة بنحو زرع ينبرين لقلب داهبي اوان حمولو كيل صداني وعلى كل مسجد من مساجده سبعة سابقة او عبد اعزائي سازلي حمولو كيل صداني وتلف عليه اللفائف او زي اللفائف فكان شيء سلول دا كل لدي بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن قطن حليج عليه ها حليتسيا والألف قطن يجعل على كل قطن حليج قطن حليج ويا حليج يعني قطن لوكي صاف بلى صاف أبي بقول لنا بركرا لوكي بردا كان نادت يا فرايده كان يعني عند درك شتي هاي دنا ودن كان ليه لا هذا سي صاف ده بي صاف يعني لو كي صاف عليه حنوت لو كاش حنوت شي للسرع دفعا للهوام بي واكراما للمساجد وبأوت زي سزدي له احترامي عمو لو كي للسدا وتلف عليه اللفائف او زي اللفائف كان شي بسدا دبا بان يثنى كل منها من طرف شقه الايسر على الايمن لا تشوفي أول صدان أدرى وقتك أو هدر يشكرى أو هدر يشكرى أو لا يتشوفي أو لا يتشوفي أو كفني لا يتشوفي دين دائما السشاني راستي إيه راستش دائما السشاني تشوفي أو أو كوها ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر لا يتشوفي لسه لا يراستي داني لا يراستي لسه تشوفي داني أو كما يفعل الحي بالقباء ويفعل الحي بالقباء كل إنسان زندين كويخو لا راستي داوت وسط سوفي أو شعيني أوها قباء من برواجه من لا يشف داوت بدايه لا نخل برواجه دكا من جوة سوفات الصراستي دار بيشانو أبوا راسين هاش تسط سوفي ويزعل الفاضلة عند رأسه أكثر أقول كفنا كزيادة كان بأن لا يسرير الزيادة لئلا ينتشر عند الحركة عند رأسي أكثر
وتشد في غير المحرم أقل إحرام ده بينا بشدادي هنا 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 بفات سفر وكرش ده يبستر ويعرض بعرض ثدي المرأة وصدرها أو بفات سفروكا لكرخي ممشي جنان برق بباني 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 وبي وبي سينغو ممشي حموي دابك اي بيوان خطوة كتشي باريك بخيدين بس ايوان فان بي فان بي لو لألا ينتشر عند الحركة والحمل نقول لقبرند كذني أو قلبي يدزولي حرميها نقول ممشي عالم ببيني باجني فإذا وضع في قبره أولنا قبري عندنا نزع الشدان همو بلكان بكوا لسوالي مقتضيه وادخلوا وستان وبنهرشي وبنهرشي لنا ولنا دار باسي يستارنا قبري داندرا خيتكان همي بكوا ولكراهة بقاء شيء معقود معه فيه تشتي درا ولنا قبري باشنيا همي بكرته باشا ولا يلبس المحرم قبل التحلل الأول الذكر مخيطا هذا محرم كان نيربي تشتي مخيتي نبي لبربك تشتي درواي عيني وشكو كو بيحرام وبولا زندياتي لمرياتي جنبي او بيحرام بي بران قبل التحلل الاول ايش التحللية كم ينكر بي التحللية كم هل رميو حلق طواف دوان بكا لو دوي لو سيانا رميو حلق طواف لو سي دوان بكا دين التحلل الاول او زابر او دوي كرد مقايدين اكرا هنجي سرقو دا قاسي بخوي هنجي زلش خود بدكا تحللية كم يكر ديا مالا ما بزلش دبر مكان ماني عنيا شي مخيط شي دبر مكان ماني عنيا بس اگر هشتا تحللية كم نبو تحللية كم نبو حرامة حرامة مخيط دبر مكان زكر قال الجرزاني ولا تشد عليه أكفانه كفنا كشي لستون مكا هل وكو إحرامي بي ولا يستر رأسه سريش دام بوشا ولا وجه المحرمة أجزن بي روي دام بوشا ولا كفاها بقفازيني نسين أو دستواني لوجدان دابني لمردياتي سلشي لزندياتي لوينو لما مرة لبر أوي بوتمان من امتناع أن يقرب طيبا بس يطيب بون خوش بون شتيبون خوش لهم كي وأن يؤخذ شيء من نحو شعره لما مر معه لما مرة لفيش وما قو مع امتناعي أن يقرب طيبا أو اش حرامة وأن يأخذ شيء من نحو شعره يعني بس الموي ليك أنا وأبيش نعبي كان جيم قو قبيل الفصل قبيلة متعلقة بمرة والخنثى هذه خنثى مشكل أو تسيا يكشف وجهه يكشف وجهه او راسه يعني وجهي كشفك يعني راسي هذا وجهي كشفك او وجه هذا سرت كشفك او بوبيا اي محرمه لما ياتي في احرام احرامي اوها ينبغي ان لا يعد لنفسه كفنا هر كفني بخوي لو خوي دانني لو غير مسلمان كفني لكن خمي كفني لو تيا الا ان سلم عن الشبهه الا اجردت رساله ويل كفنا شي حرامي كفن كان بخوي كفنا شي حراري هبو او خيديناك او هي فيه اخفو يا يعني شبهه لا يخوش هبو لا عالم يشربو با اخوي خفيف تلبو وما هذا لا يحتاج ان يقال أو كان من أثر من يتبرك به يركفنك أسري كتشبي صاحب ركبي بري أو جبيا فران عالم فران شيخ دايت يمن يان أو إحرامي إحرامي حد زي خوما لو خوم هرم قرتيا أو في وزناك لو لأنه لا يكتفى بكونه من آثاره سنشي آثار في أوساء كانش اكتفاء بيناكري برم إيه حد زي شيء اكتفاء بيناكري إلا إن خفت شبهته أو مهمة بماري حلال كرابي أدي ما دم وابي فيدخلوا في الأول أمش أقسم كر قدم شعان شبهي كم بي لي بيشير موضوع بركة دنيا أقا حرام بي بركة دنيا شب ثم إذا عينه أو قلت من في وزنك أخونا ما قلت خراب أو يعني حرام هل يقول كفني لو خدانا تعين دبي أدبي كفن كي كما لو قال إخلي ديني من هذه العين أو قلت ها أو شي سفارة دمي قرد من بدوا أبي لو يناديه استشعر ويا وترزع الزركشي زواز إبداله زركشي قلت يتي ما أقل لو كفني جنبي سقيديا كثياب الشهيدي وجزل شهيدي ف
فيه نظر درو نظري تداهيا لو والفرق ظاهر فرقكش فرقك ظاهرة فرقك ظاهرة دري ليس من نهاية لينس يدري ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا أدي وش الشهيد لازل شيء خدا الشهيد ذكره أتوزل شيء لذا قوري خد سب مخالفة أمر ويدنا كرنيا بس لأن أنا تو مخالفة أمر مردي كت كرنيا درسنيا وأنا أسوري خا كفنه أدي قال كفنيا كت كفنا كد الزرع ولو بعد نفدفنه شرابه وش عود الزيا ويظهر أن بلاه مع بقاء الميت رزي هاد خرابو إيش تم يتكن شرابه كبنا كرزي كسرقته فيما يأتي إيه لو حكمها كيدك وتزيوها أو زي إيش تم ما ولو سرق كفنه ولو بعد دفنه ويظهر أن بلاه مع بقاء الميت كسرقته فيما يأتي وظاهر أخذا مما يأتي إيه إيش تم زوابه ولو سرق ما وظاهر أخذا مما يأتي من عدم النبش للكفن نابي أقل ميتك شراب بكفن في نابي سياتو قورك هركن هركن هركني بري والله عمر كفني دكر لحصول المقصود منه بستره بالترابي أو بالترابي ستر بوا فلا تمتعك حرمته أزوتي وظاهر أخذ مما يأتي أن السورة هنا أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب عليه كفن كيد زي خورش بس دعنا كردوا لو دقي لنا قبر بزيهش رتب أو تمه أو تمه يان خداش فوش فنو بش لغرض آخر لما غرض شي دي قلت يان والله باري كتناوي يعني لما شتشي درست أو ما يتيد شرتوا أجر زدان موبايلي كتناو قبري لدها هر هركني وبي موبايلي كيبين تدري أو زي لما عنده هنا ندري وش تماشى كده هو أو ما يتكررت قوتا كفن دز زيتي إيه فالرؤية بلا كفني أو زي تماشاكا تماشاكا وتي ولو سرق كفنه وها فإن لم تقسم التركة أجمع إلى دعبش نكرابه زد دو زوبة كفن الشركة لو كان إيه وكذا إن قسمت عند المتولي متولي در تقسيمش كرابه سقيديا باكو هزار دينار تبع بدن دكسن كفن الشركة وقال الماوردي ندبر والمتزه الأول متزه سيء كما كغوتمان وازبة وكذا لو كان مكفن المنفقة أو بيت المال منفق بو للراح خوايبو منفق بو منفق لو كان المكفن منفق بابي بو بابي بو كل خوي شارد بو أو زاري مكفن كان زيباز يكمل نشتكي لو كاتو أو بيت المال يا يعني بيت المال بو دي سنة سندي لكري نوي لكري توا ولو أكل الميت سبع مثلا أدي أقلنا قبر ياندانا راس الشرك هات خواردي قرقك هات خواردي كفنا كده بتعيشي كفن فهو للورثة كفنا كيف بدنا ورثي إلا إن كان من أزنبي إلا كفنا كفيا وشي أزنبي كريبي لم ينوي به رفقهم لو خاطر كركان نبي بأداء الواجب عنهم لو هندي بري والله من واجب لس الشاري وان لا دبا لو هندي نبي هل راح يخوي بلو خو أو ما يتأمر ديو كفني كر إيه ما يتكش خرا بابسي لو خو كفني خو بنته وأنا ذات ورسي لأنه حينئذ عارية لازمة هالشيء بتاع عارية نام تمر بس أجا مقصدي أو هابي بري والله كل ركان فقير أبو الباب وان كفن دكم لدواء بابا كان خوار كفن كلهم ميلاد جران نجد دقرته وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأساحي زنازي لبين دو عمودان هرب قري أو خيرتر لتربيعه لو لفعل الصحابة رضي الله عنهم له سنك الصحابة وأن كن ينزنازان بتربيع هرقرتيا وورد عنه صلى الله عليه وسلم لخوشويشتش ووارد وكا زنازي بتربيع هرقرتيا تربيع قلوة يا عمود هو بخوي دري هذا إن أراد الاقتصار على كيفية أجر إلا بين نوعي بداخو بين داخوا بين العمودين خير ترى يام تربيع وإلا أدي أجر بهورد لو عربي فالأفضل الزمع بينهما زمع بين هورد كان باشا بأن يعمل تارة كذا وتارة كذا لأن يوير ري هندش بتربيع بي هندش بابا بين العمودين بي أو زمزاني بين العمودين كوا وهو
الحمل بينهما أن يضع الخشبتين المتقدمتين يشان دو دارين دار باز نبوة دو دارين دادنا دو دارين دادنا داركان أو ها بقريسو بحبل أوانا ليشان دا آران ليشان دانا أو دكشان بوش دكر أو حبل يلي ودا آران أو هاي اللي دعان ويتا كان ألير دادنا أو دارك أوش دارك أو زاو دارانان أردكر يك أو داري أردكر يك أو داري يك شلوك شتوي هون كان هر دغري بس هيك صار او ابو عشاء وهو الحمل بينهما ان يضع الخشبتين المتقدمتين وهما العمودان على عاتقيه نعم بالعكس وش ابو قلت له هانيا او يبيش هو يكسا يكسا او دكان نسى شان خوي دادني او يخواري دوكس دبل يقلب لا يقلب لا وهو ان يحمل خشبتين المتقدمتين وهما العمودان على عاتقيه والرأس بين مسجد كتبينه ويحمل المؤخرتين الرجلان أو الدوائج بدو كسان هردقرن أحدهما من الجانب الأيمن يقلاي رأس هردقري والآخر من الجانب الأيسر أو الجانب الأيسر هردقري لا واحد بايك كزنبي أقا يقلا بيشوبي يقلا باشوبي أي باشو بيشخونا بيني وشي زنازل سشان خدانا ساتمي دكا ساتمي دكا لأنه لو توسطهما لبين هود داران بيك زلام بي لم ينظر الطريقة ريكا كاينا بيني أو زكا سكدر بالس سر خدانا بالس سر خدانا وبسايب بيني دري وين حمل على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين هنجي نبو بين العمودين بين العمودين يعني أو لبين دو عمودان وعدى إلى تنكيس رأس الميت ما يتكش سلاو جر دبي قد يوها سبري بلتر دبي لسالي والتربيع هذه التربيع كوا أن يتقدم الرجلان ويتأخر آخران دولة بيشو دولة دعية أبزام هذه الزنازة هل قرتن اشتكي سكايتي يا أنا ها هوا يا هونيا سكاتينية ولا دناءة في حملها بل هي مكرمة وبر هو ساكي وإحسانا ومن ثم فعله صلى الله عليه وسلم في غمر إخوائي بخوي زنازي هل قرتيها ثم الصحابة صحابة هل قرتيها فمن بعدهم علماء لباش صحابان زنازيان هل قرتيها ذكره الشافعي رضي الله عنه وتشجيع الزنازة سنة مؤكدة خلق دقا ميتي بروال وسقبران زور خيرا أديشن ويكره للنساء لوجنا خرافة ما لم يخشى منه فتنة أدي أقا زائر بو بسفوري حتى سق زنازي دقا زلاما تكر بو وإلا حرما كما هو قياس نزائري أو إذا كان جيني درين أوجن دقا الميتي هاد وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها عند دور النبي كان عرف عادة بري أو دقا زنازينا هاتيا يعني عالم عادة دقا زنازين داروها أو أنش أو هابن أو حرام حرام بس بقسي وي بتحريف هي وي بتحريف هي وي عند زار زندين بكوستر شيلا أولير الرا لقلنز كشي لاي آخر دادنشن لسلاما هديار نينا أو قيلنا اختلاته أنا بقيدي ولابته ولابتي تشيعك أن يقول تشيع جنازة تشيع أوها أن لا يبعد عنها بعد شيء أو تنبي يقطع عرفا نسبته إليها خارج بري أو دا قريبين هاتيا أقر وهاد جنبي يعني هنجي شنش بين ديارة قناعني والمشي أفضل من الركوب وفيان خارج برواد جنازة خير ترى لسوار وراغي للاتباع اسمك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أوايك ليا دل عن عمر رضي الله عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة بفيع ده بخينه بل يكره بغير عذرين بغير عذرين هل خراب سواري وراغي بيقى معزرة النبي وراغي يستمر السيارة مثلا عذرتيا كلا في اختيار دبين يا سرما قرما وهل مجرد المنصب هنا عذر او زبر كابريش ساعه منصب دنيا يقوري كدي بفيا مروا بابا ترميلي بي هل مجرد منصب بتمعزرة وهل مجرد المنصب هنا عذر قياسا على ما يأتي في الرد المبيع وغيره وشي كشي ذكري رد رد ما بيدا مدز بيه ده مدز سيارة بس نكد لو مش عيبه بفهم روح
صاحب منصبة أو قيدناك أو قيدناك أو إيرانش عيني ويانا أو يفرقوا يان فرق هي إيراد قرد المبيعي كل محتمل هو دولا احتمالي هي والفرق أوزهو بران فرق أوزهو ترى لو رد مبيعي لو معزرته بران ليرا معزرة دنيا صاحب منصب أويدي حمي وشي يقدروا سقبرا وشي نوشي حزو بكر تشوه بي ها؟ هذي كو هذي فإن قلت يعكر عليه ما مرة أو ليرانا قوتت فرقينية نابت معزرة منصب نابت معزرة يعكر عليه احتلاس اليدقري يشكل عليه ما مر أن فقد بعض لباسه اللائق عذر في الجمعة صاحب منصب مثلا ملابي تلك شوائنا ودبر بكاء إلا سيدرين تراك سوتي درين سيدرين أو هبو أو جلو ناشرنا بانت الجمعة قلت يفرق أما الفرق ده كم فرقي هي هذا الجمعة دقتون السقبرة بأن أهل العرف العام يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا قبل السائب منصبي بتواضع حساب ذكري بتواضع حساب ذكري وامتثالا للسنة امتثال السنة فلا تنخرم به مروتهم مروة نقصان ناكا بعض الزنازي بتون الزنازي بل تزيد زيادك زيادة ولا كذلك في حضورهم عند الناس بغير لباسهم اللائق بهم بل اقرب لباس خويني بتراك شو تبي تجمع يا ردي مبيعي بكاء وشاشي ناشرين له صاحب مصر وكون المشي امامها افضل ببيشكوا ببيشكوا يباشر الذي يلد الزراسه للاتباع ولانه شفعاء او انا شفيع الشفيع ايش دبي لبيشو سواء الراكب والماشي سبب يام سبب السياره ونقل الأصحاب على أن الراكب يكون خلفها لأن أبي السيارة ببالد الجنازة مردود بل قال الإسنوي غلط لكن انتصر له الأزرعي انتصر أظن أن انتصر يا عرب انتصر له الأزرعي أزرعي بصحة الخبر به إيه؟ انتصر له الأزرعي أزرعي بوتيتي لدوائية بصحة الخبر به حديث درع خاتية حديث درع الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلى عليه أو حديثة وبأن في تقدمه إذاعا للمشاتي للمشاتي أقل سيارة لفيش مروها أواني بفيان درون أزيت يدخل تقدمي ميت نا تقدمي راكبي راكب بلى راكب أقول له في شوبي أواني خواري أزيت يدخل بلى تمشي راكب زود خوشتر درواو أواني شبه ناكل ده وش يبرون بس أقول له دوائي بي أواني في شوبي كيف في خوده بلى وكونه بقربها أفضلو هل نزل شيء جنازة بيزور لك دور نبي للاتباع أبزا أما سمشت ما ليرا نقو سمشت مانغو سمشت مانغو والمشي أمامها والمشي أمامها وسند الثلاثة صحيح وكون المشيع أمامه والمشي والمشي أمامها وكون المشيع أمامها وبقربها أوسي حديث كان هرسي حديث صحيح وسند الثلاثة صحيح وضابطه قربك كوى أن يكون بحيث لو التفت رآها أي رؤية كاملة هذا من أورد يوزن أزد لدي لو أجرى ديارات إلى بيش أوضر لو التفت ويسرع بها ندبا وأباشا خوش لصحة الأمر به سنشي حديثي در حقاتي أسرعوا بالجنازة بها بجنازتي بجنازتي بأن يكون فوق المشي المعتاد رويشتن شي عادة النبي برك خوش رويشتن بي ودون الخبب واش نبي برم وشي وغاردان غاردان نبي رويشتن ايش نبي كنجي إن لم يخف تغيره أقل نترسن لتغيري
بالإسراعي بإسراعي أقول له بإسراعي أو هذا حجاب زي ما كان يبدأ دكراها هدي هون باشا وإلا تعنى به هدي ديبا ولو خاف التغير إن لم يخبض أدي أقول لتغير دترساء بغاردانيا نبرد با بغاردانيا نبرد با دترساء بوغاني ببي خبب بغاردانيا ببدا كل مصلحة دوابك رحمة الله يعني كل وجه عليك الرحمة أو درس الدنيا ملو قضاء خديها هذا الزواء تقوين قرآن فرعي ويكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم ها؟ يريد الذهاب ويكره القيام للجنازة ولا شندر بو قرآن خببه نايك حاشفة يقول شروع نكي ها؟ يكرهون يسرنا تقوين قرآن لبنية الحاشفة لرهي يا خالد يا ولدي دخل كل سجت كله دون ولم يرد ولم يريد الذهاب معها ها ولم يريد الذهاب معها إيه قال النبي بس يهلا قرنا بحاستي بلى مثلا ده تنامز قلت ما خلا غير ناس على هون كتاب كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب إيه هو إيه هو سنة بلى قال في المجموع قال بندزية يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس والرؤيا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له 20 حسنة المؤمن سنة غير اعتمنا على الله درس هذا يا وزاب الشابر أخرى أستاذ أنا سنة هستيو سنة هنده غير سنة دنيا بس هستيو احترام الرئيس باري باشترا أخرى أستاذ هم لا دوي درون جنازة هل يكم يا لو زمان أنا لا أعرف إذا بروش.